بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 54. هذا السؤال من المستمع إبراهيم أحمد اليماني، مقيم في محايا العسير. يقول: كنت مقيما في جدة وحجيت عدة مرات متتالية، وبين الحجة والأخرى أؤدي العمرة، ولكني لا أطوف طواف الوداع. ولما أردت السفر إلى اليمن اعتمرت وطفت طواف الوداع، فهل طوافي هذا يجزئ عن المرات الحج السابقة التي حججتها بدون طواف وداع، أم يجب علي شيء آخر غير هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للحج فإن طواف الوداع يجب فيه، وهو من آخر أعماله، بقوله: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. فلو تركه الحاج وخرج من مكة إلى بلده أو موطن إقامته فإنه يجب عليه فدية إذا لم يرجع من مسافة قريبة ويؤديه، بل استمر في خروجه وسفره حتى بلغ مسافة قصر فأكثر، فإنه يجب عليه دم بتركه طواف الوداع. فعلى هذا، إذا كان قصدك أنك تحج عدة مرات وتخرج إلى مقر عملك في جدة بدون أن تودع بعد الحج، فإن عليك فدية عن كل مرة حججتها ولم تطف للوداع فيها، وذلك بأن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، فقراء الحرم. أما بالنسبة للعمرة، العمرة على الصحيح ليس لها وداع، وإنما الوداع من واجبات الحج فقط. نعم. بارك الله فيكم. هذا السؤال للمستمع عبد الله حسن محمد من الصومال، مدينة جوهر. يقول: أرجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة. توفي رجل وخلف زوجته وأمه وابنتين، وله من الإخوة 12 أخا وأختا واحدة وأخت واحدة، فكيف نقسم تركته على هؤلاء؟ يكون للأم السدس وللزوجة الثمن. نعم. وللبنتين الثلثان، فتكون المسألة من 24، للزوجة منها 3 أسهم الثمن، وللأم السدس 4 أسهم، وللبنتين الثلثان 16 سهما، لكل واحدة 8، يبقى 1 للإخوة. إن كانوا كلهم أشقة فهي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخوة مع أختهم. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا كلهم لأب فكذلك، يكون لهم مع أختهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان بعضهم أشقة وبعض هم لأب فالباقي يكون خاصا بالأشقاء، وأما الإخوة لأب فليس لهم شيء. نعم. نعم. إذن على هذا تقسم تركته إلى 24 قسما. نعم. تأخذ الزوجة ثمنها 3 أقسام. نعم. والأم سدسها 4، والثلثان 16 قسما للبنتين، يبقى 1 للإخوة إذا كانوا إخوة أشقاء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. على نعم. كل حال بالجملة للزوجة الثمن. نعم. وللأم السدس وللبنتين الثلثان، والباقي ثلث الثمن. نعم. للإخوة مع أختهم إن كانوا أشقة أو كانوا لأب، ذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان بعضهم أشقة وبعضهم لأب فهي للأشقة خاصة دون إخوة لأب. نعم. إخوة لأب ليس لهم شيء مع الأشقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فهد عبد العزيز الدغيثر من الرياض بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: ما معنى قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء؟ يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو وسع الرزق على عباده لبغوا في الأرض، والبغي هو التعدي والطغيان، لأن الإنسان إذا استغنى حمله ذلك على الأشر والبطر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله جل وعلا بحكمته يرزق من يشاء ويوسع عليه في الرزق، لأن ذلك أصلح له، ويضيق الرزق على آخرين لأن ذلك أصلح لهم. فمن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأفسد ذلك عليه دينه، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو استغنى لأفسد ذلك عليه دينه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. الله جل وعلا حكيم عليم، يرزق عباده بحسب حكمته وعلمه بما يصلحهم
وما تنتظم به مصالحهم. نعم. السؤال الثاني يقول فيه: ما معنى الحديث الشريف في حال صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. الحديث رمز له السيوطي الجامع الصغير لأنه حسن. نعم. لأنه حسن، حديث حسن، ومعناه واضح، أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض الناس بقضاء حوائج المحتاجين، واختصهم بأن مكنهم من قضاء حوائج الناس بمالهم وبجاههم وبعلمهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. وهؤلاء العباد الذين اختصهم الله بهذه الخاصية، المراد حال وجودهم في الحياة الدنيا ومع الناس، لا بعد وفاتهم كما يظن المخرفون الذين يتعلقون بالأموات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من المستمع عبد العزيز سليمان، جمهورية مصر العربية، ضواحي الإسماعيلية. في سؤاله الأول يقول: أخواني توفي أحدهما وله ولدان، وقد توفيت جدة الأخوين، فهل أبناء الأخ المتوفى يرثون شيئا فيما خلفته جدة أبيهم من عقار ومال، أم يكون ذلك لعمهم فقط؟ لا ميراث لأبناء الإبن مع وجود الإبن، مع وجود الإبن الذي هو أقرب منهم إلى الميت. نعم. إذا كان هناك إبن للميت وأبناء ابن، فإن الميراث للابن. وكذلك لو كان هناك ابن أعلى وهناك ابن أنزل منه، فالميراث للابن الأعلى الأقرب إلى الميت. نعم. السؤال الثاني يقول: إذا رزق رجل بأطفال ولم يعق عنهم حتى بلغت أعمارهم أكثر من 4 سنوات، فهل يجوز أن يعق عنهم بعد هذه السن؟ وإذا كان كذلك، فهل يجوز أن يذبح عنهم خارج البلد التي ولدوا فيها، لأن بلدهم لا يوجد بها فقراء يحتاجون اللحم، وهناك قرية بعيدة عن مكان ولادتهم وبها مستحقون للصدقة، فهل يجوز أن يذبح فيها ويتصدق عليهم بلحم الذبائح، أم لا يشترط في ذبيحة العقيقة أن يأكلها الفقراء؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن 6 أشهر، وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك. نعم. يذبحها متى تيسر له ذلك. وأما بالنسبة لمكان الذبح، فليس للذبح مكان خاص، يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه وأن يذبحها في غيره، لأنها قربة وطاعة لا تختص بمكان. وأما قضية الأكل، فالعقيقة تأخذ حكم الأضحية، يستحب له أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها لجيرانه وأصحابه.